حل لمشكلة التخوف من الذهاب لمراكز التلقيح للوقاية من فيروس كورونا. فرق صحة البصرة وبالتنسيق مع النقابات الصحية أطلقت مبادرة تلقيح تسلم للوصول إلى نسبة تلقيح أكبر بوقت قياسي. خطوة المبادرة الأولى تمثلت بتواجد فرق التطعيم المتحركة في النقابات والاتحادات العامة. فانطلقت هذه المبادرة اليوم لتوزيع أكبر عدد ممكن من اللقاحات. أكيد نبدأ بالكوادر الطبية والصحية اللي هم عرضة للإصابة لأنه في تماس مباشر مع الحالات المرضية، وإن شاء الله تتوسع أكثر لشمول طبقات أخرى من المجتمع. نشوف الأعداد في تزايد يوم بعد يوم. الفكرة بالموضوع خلي يعرف كل مواطن أنه إحنا كوزارة صحة نريد نلقح الناس أغل يعني فئة تقريبا خلينا نقول 70% من الناس المشمولين بالتلقيح المواطنين خلال فترة 4 أشهر. خطوات الفرق المتحركة زادت من إقبال المواطنين على تلقي اللقاح، خصوصا أولئك الذين تأثروا بإشاعات التحذير الإلكترونية التي كبحت بوعي الإعلام ودعوة الشخصيات العامة للتوجه إلى مراكز اللقاح لإنقاذ المجتمع من فيروس كورونا. يعني احنا احيانا ناخذ أدوية، نستقبل أدوية لحالات مرضية من كل أجزاء العالم، كل أنحاء العالم، ونثق بهذه الأدوية. طيب لماذا لا نثق بهذا اللقاح، وخصوصا اللقاح الدولة المصنع إلى 3/4 نفوسها هم ماخذينه؟ المجسات أعداد هائلة حقيقة وحالات خطرة، وما عندنا ملاذ وملاج آمن إلا اللقاح حتى نوصل للمناعة المجتمعية. وبحسب دائرة صحة البصرة فإن 25% هي نسبة الملقحين في مركز البصرة خلال الشهر الماضي، مع توقعات بازديادها في عموم المحافظة بناء على تزايد الإقبال خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق. اختزالا لزمن الوصول إلى نسبة الملقحين، الفرق الجوالة من قبل دائرة صحة البصرة وبالتعاون مع النقابات والمؤسسات الحكومية الأخرى تبدأ بعمليات تطعيم متحركة والانطلاقة من نقابة أطباء البصرة. أركان تقي، قناة التغيير.